مرحبا إخواني أخواتي. استغرب وليد الرجراجي مدرب المنتخب المغربي اليوم الثلاثاء من تداول أخبار رحيل نصير مزراوي إلى ألمانيا بطلب من إدارة بايرن ميونخ الألماني. وقال مدرب المنتخب المغربي في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الغد أمام زامبيا: مزراوي لا زال معنا، ولا أعلم أين أتت هذه الأخبار، نحن نمتلك الحق في بقائه، وغدا يمكن أن تروه في الملعب. إلى هنا ينتهي خبر اليوم، شكرا للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.